السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي طلبة الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم ومراجعة على رياضيات الصف الخامس للتأكيد على ما سبق دراسته من خلال نموذج لاختبار الصف الخامس. بيقول لي السؤال الأول، أجب عن التالي: أجب على التالي، نمرة ألف 69 ناقص 34 صحيح وخمسة 5816 من 10,000. هاجي هعمل مسودة كده، هقول 69 ناقص 34 صحيح. شوف العدد الصحيح تحت العدد الصحيح، وبعدين العلامة، جزء من 10 5، جزء من 100 8، جزء من 1000 1، جزء من 10,000 6. نشد خط، هلاقي هنا عندي 5816 جزء من 10,000. هنا عدد صحيح مفيش 10,000، يبقى أحط علامة كده اهو، أحط جزء من 10 صفر، جزء من 100 صفر، جزء من 1000 صفر، جزء من 10,000 صفر، ونطرح. اللي فوق أصغر من اللي تحت، يبقى ده طرح بالاستلاف. الصفر ياخد من اللي جنبه مفيش، ياخد من اللي جنبه مفيش، ياخد من اللي جنبه مفيش. التسعة تدي واحد للصفر، ده بقى 10، ادى واحد للي جنبه بقى 9، ده بقى 10، ادى للي جنبه بقى 9، ده بقى 10، ادى للي جنبه بقى 9، دي بقت 10، والتسعة بقت كام؟ 8. كده اللي فوق اكبر من اللي تحت، نطرح 6 من 10 4، 1 من 9 8، 8 من 9 1، 5 من 9 4. تقابلني العلامة أنزلها، 4 من 8، لأن احنا خدنا من التسعة دي 1، 4، 3 من 6 3، يبقى الناتج ايه؟ 34 صحيح و4184 من 10,000. يبقى هكتب الناتج فوق هنا اهو، 34 صحيح و4184 من 10,000. المسألة اللي بعدها، بيقول لي نمرة ب 215 صحيح و206 من 1000 زائد 330 صحيح 692 من 1000. هقول 215 و206 زائد 330 صحيح و692 من 1000 بتساوي هقول جزء من 1000 مع جزء من 1000 6 و2 8، جزء من 100 مع جزء من 100 0 و9 9، جزء من 10 مع جزء من 10 2 و6 8. تقابلني العلامة أنزلها، هنا العلامة بعد 3 أرقام وهنا بعد 3 أرقام. طب لو هنا بعد رقمين وهنا بعد 3، وانا هجمع يبقى هزود صفر علشان يبقى بعد 3 ارقام، وهنا العلامة بعد 3 ارقام، تبقى العلامة متساوية. بعد كده هقول احاد مع احاد، 5 و0 هي الخمسة، 1 و3 عشرات مع عشرات 4، مئات مع مئات 2 و3 5، 2 و3 5،
بقت كام؟ 545 صحيح و898 من ألف. يبقى هكتب الناتج عند نمرة ب: 545 صحيح و898 من ألف. السؤال اللي بعده بيقول لي العدد 846 صحيح و396 من ألف بيساوي تقريبا 846.4. لأقرب إيه؟ ده لأقرب إيه؟ أنا عندي هنا كام جزء؟ جزء من 10، جزء من 100، جزء من 1000. طب هنا كام جزء؟ هنا جزء واحد جزء من 10، يبقى ده لأقرب جزء من 10. طيب هو عمل ايه؟ هو حدد هنا الجزء من 10 جزء وعدد واحد ورا العلامة، يبقى جزء من 10 3. اللي بعد الثلاثة بيلغيه خالص، بيشيله. بس بنشوف العدد اذا كان خمسة او اكتر بنشيله وبنزود واحد على العدد اللي احنا عاوزينه اللي هو جزء من 10. فهنا جزء من 100 اللي بعده على طول ده هو 6. الستة دي بتزود واحد على التلاتة بقت 4، بقت 4 من 10. التسعة طبعا ما بتديش، احنا بنبص للعدد اللي بعد العدد اللي انا عاوزه على طول. بقول اللي بعدت انا عاوز جزء من 10، عندي جزء من 10، يبقى عندي جزء من 10 وجزء من 100 جزء من 1000، باخد جزء من 10 بس. طيب نشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لي 5.7 في 3.2 دول مضروبين في بعض، مطروح منهم من الناتج بتاعهم يعني 6.24. أول شيء هنخلص الأقواس الأول، عملية الضرب داخل الأقواس هخلصها. هقول 5.7 3.2 في الاتنين في 7 ب14، الاتنين في 5 ب10 ب1 11، التلاتة في 7 ب21 1، ومعايا الاتنين، التلاتة في 5 ب15 و2 17، وأجمع. نزل الأربعة، 1 و1 2 1 و7 8، ونزل الواحد. العلامة هنا بقى بعد رقم واحد يعني من 10، وهنا من 10 تبقى تحت من 100 بعد رقمين، هنا من رقم وهنا من رقم يبقى تحت من رقمين، يبقى 18.24. 18.24 ناقص 6.24 بتساوي كام؟ جزء من 100 اطرحه من جزء من 100، 4 من 4 صفر. جزء من 10 اطرحه من جزء من 10، 2 من 2 صفر. العلامة اهي 6 من 18 12، يبقى بتساوي كام؟ بتساوي 12. اكتب هنا 12. خلصنا عملية الضرب، ضربنا طلعت 18.24، طرحنا 6.24 من 18.24، طلع الناتج 12. المسألة اللي بعدها بيقول لي 3 نقط مجموعة العناصر الأعداد 33 و13 و30، إيه العلاقة اللي بين العنصر 3 ومجموعة العناصر 33 13 30؟ هنا العلاقة بين عنصر ومجموعة بختار إما ينتمي أو
لا ينتمي. طب هنا العنصر 3 بينتمي لعناصر المجموعة دي، دي 33 وده 13 وده 30، لكن ده كام؟ 3. يبقى لا ينتمي، اختار لا ينتمي. طيب اللي بعد منه بيقول لي 2 3/4، 2 3/4 على 1 3/8 بتساوي، هنرفع الكسر يعني هتخلص من العدد الصحيح ده، 2 في 4 زائد 3، 2 في 4 ب8 و3 11 على 4. علامة على دي بقلبها بخليها فيه وبشقلب الكسر، المقام بيبقى فوق في البسط والبسط بيبقى تحت في المقام، هنرفع الكسر، 1 في 8 ب8 و3 11 بتساوي، 11 دي راحت مع 11 دي، 4 على 2، 4 على 4 فيها 1، 8 على 4 فيها 2، قسمنا على 4، هنضرب دول في بعض وهنضرب دول في بعض، 1 في 2 ب2، 1 في 1 ب1 يبقى بتساوي 2. المسألة اللي بعدها، السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة، المجموعة 3 نمرة 1، المجموعة 3 والمجموعة 1 و3 و5، هنا العلاقة بين مجموعة وبين مجموعة، أما بتكون العلاقة بين مجموعة وبين مجموعة بختار إما جزئية إما ليست جزئية، لكن لو عنصر ومجموعة بنختار ينتمي أو لا ينتمي. دي علامة مجموعة اهي، يبقى دي المجموعة 3، المجموعة 3 ايه علاقتها بمجموعة العناصر 1 و3 و5؟ هل هي جزئية ولا ليست جزئية؟ هي جزئية لأن التلاتة اهي والتلاتة اهي، إذا بختار جزئية. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي 135 صحيح و42/100 على 100 بتساوي ايه؟ بتساوي 13542، 13 صحيح 542/1000، 1 و3542/10000. يلا نحل كده ونشوف، في حالة الاسم على 10 أو 100 أو 1000 العلامة بترجع لورا بهذا الاتجاه لليسار، برجعها ازاي؟ بعدد الأصفار اللي عندي، يعني عندي 0 يبقى هرجع العلامة لورا رقمين، هتيجي هنا اهو ادي رقم وبعدين تيجي رقم هنا اهو، يبقى عدت الرقمين دول، يبقى جبتها بعد الرقمين دول تبقى بين 1 و3542/10000، بختار اخر واحدة. نمرة 3 بيقول لي المجموعة، مجموعة العناصر 1 و2 اتحاد مجموعة العناصر 2 و3 بيساوي ايه؟ المجموعة 2 ولا المجموعة 1 و3 ولا المجموعة 1 و2 و3 ولا المجموعة فاي؟ يلا نحلها، عندي شكل كده اهو، في مجموعتين، واحدة سين واحدة صاد، الاتنين موجودة في اللي في السين وفي الصاد، تبقى هنا اهو في النص، وهنا 1 وهنا 3، المجموعتين دول بيتحدوا مع بعض بيجيبوا 1 و2 و3، يبقى بقول بتساوي 1 و2 و3، بختار اللي في النص ده 1 و2 و3. طيب نمرة 4 بيقول لي ايه؟ في السؤال الثاني بيقول لي 1.5 على
ربع بتساوي كام؟ اهو واحد ونص على ربع بتساوي كام؟ بتساوي 9 ولا 6 ولا 3 على 18 ولا 12؟ لازم نحل المسألة ونشوف بتساوي كام. هنرفع الكسر، الواحد في 2 ب2 وواحد 3 على 2 على، هتبقى ايه؟ في، هشقلب المقام يجي مكان البسط والبسط ينزل مكان المقام، هتساوي 2 على 2 في الواحد، 4 على 2 في الاثنين، الاثنين في 3 ب6 على 1 يعني بتساوي 6، يبقى هختار 6. طيب نمرة 5 في السؤال الثاني بيقول لي ايه؟ اصغر كسر عشري من، اصغر كسر عشري، اعطيني 5 و2 و7 و8. كسر عشري يعني كسر بعد العلامة العشرية، اصغر رقم بحطه في اول خانة بعد العلامة اللي هي جزء من 10. اصغر رقم هنا ايه؟ الاثنين، يبقى هنا 2. طيب اللي اكبر منه بشوية بسيطة، 7 ولا 8 ولا 5؟ 5، يبقى بحط 5. اللي اكبر من 5 بشوية بسيطة، 7، بحط 7. واللي اكبر من 7 8، يبقى بتساوي 2578 من 10000. ليه 10000؟ لأن العلامة بعد 4 أرقام، أدا رقم 2 3 4، 4 أصفار يعني من 10000. طيب نشوف بقية الاختبار. بيقول لي مساحة المستطيل الذي طوله 15.5 متر وعرضه 7.5 متر، مساحة المستطيل بتساوي ايه؟ الطول في العرض. طب الطول كام؟ 15.5 متر والعرض 7.5 متر. طب نضربهم كده نشوفهم بكام. لازم يا ولاد نتعلم نضرب بدون آلة حاسبة أو نقسم بدون آلة حاسبة، ما نستخدمش الآلة الحاسبة، يعني نستخدم عقلنا دايما في الضرب والتنفيذ. 5 في 5 ب25، 5 ومعانا الاتنين، 5 في 5 ب25 و2 27، 7 ومعانا الاتنين، 1 في 5 ب5 و2 7، 5 في 7 ب35، 5 ومعايا التلاتة، 5 في 7 ب35 وتلاتة 38، 1 في 7 ب7 و3 10. نشد خط ونجمع، ننزل 5 5 و7 12، 2 ومعانا الواحد، 7 و8 15 و1 16، 6 ومعانا الواحد على الصفر بقى 1، والواحد ينزل بقت 11625. طب هنا العلامة بعد رقم في العامل الأولاني وبعد رقم في العامل الثاني، في الناتج تبقى بعد رقمين، يبقى 116 صحيح و25 من 100 متر مربع، عشان المساحة بالمتر المربع. نشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لي إذا كانت 6، العنصر 6 بينتمي إلى مجموعة العناصر 3 و5 و2 س، فإن س تساوي كام؟ عاوز س. الستة دي بتنتمي لمجموعة العناصر 3 و5 و2 س، هل هي جزء من 3؟ بتكمل التلاتة؟ لا. هل هي 5؟ لا. أمال هي إيه بقى؟ هي الجزء ده، يعني 6 تساوي 2 س، يبقى س بتساوي إيه؟ بتساوي 6 على 2 تساوي 3. أما أشيل س ده هيك كده أهو وأقول 2 في 3 ب6،
يبقى الستة دي بتنتمي لمجموعة العناصر، إذن السين قيمتها 3. السؤال اللي بعد كده بيقول لي 2,05,781 من 1000 بتساوي تقريبا لأقرب جزء من 100، لأقرب جزء من 100، يعني عاوز جزئين 2 ورا العلامة، جزء من 10 وجزء من 100. تعال للي بعد جزء من 100، 81. التمانية دي اللي بعد جزء من 100 على طول، اللي هي جزء من 1000، التمانية تزود 1 للسبعة ولا لأ؟ طبعا تزود، يبقى بتساوي 2,058 جزء من 100. يبقى بتساوي ايه؟ 2,058 جزء من 100. طيب المسألة اللي بعد كده رقم 9 بيقول لي إذا كانت س وص مجموعتان حيث س جزئية من ص، فإن س تقاطع ص، يعني ده هما مجموعتين، دي المجموعة ص ودي المجموعة س، س جزئية من ص، فإن تقاطع س وص بيتقاطع في إيه؟ بيتقاطع في س، يبقى بيساوي س. بيقول لي الفرق بين 79 على 500 و 4 صحيح و 479 من 1000. هنا علشان أجيب الفرق بينهم يبقى هطرحهم من بعض، هنطرحهم من بعض، هنطرح الصغير من الكبير، بس نخليهم يا إما كسور عشرية يا إما كسور اعتيادية، يا إما بسط ومقام يا إما كسر عشري بعلامة عشرية. الأسهل هنحول الكسر ده هو لكسر عشري. هقول إيه؟ هقول 79 على 500، هنا جزء من 1000 يبقى هخليه جزء من 1000 برضه، هخلي المقام ده هو 1000، الخمسمية دي هخليها 1000، يبقى هضربه في كام؟ في 2، زي ما ضربت تحت في 2 هضرب فوق في 2، يبقى هتساوي 2 في 9 ب18، 8 ومعايا الواحد، 2 في 7 ب14 و1 15، ونقول 2 في 500 ب1000 بتساوي 158 من 1000، بتساوي كام؟ 158 من 1000. هنطرحهم من الأربعة صحيح 479 من 1000، يبقى هقول 4479 من 1000 ناقص 158 من 1000 علشان أجيب الفرق. جزء من 1000 من جزء من 1000، 8 من 9 1، 5 من 7 2، 1 من 4 3. العدد الصحيح مفيش عدد أطرحه منه، بنزله زي ما هو، يبقى 4 صحيح و 321 من 1000، 4 صحيح و 321 من 1000. السؤال الرابع بيقول لي من الشكل فين، عندي شكل فين اهو اهو، دي س ودي ص، هنا 2 وهنا 3 وهنا 5، هنا 1 وهنا 9، هنا 4 وهنا 6، دي مجموعة شاملة اهي،
وده سين وده صاد. بيقول لي ايه بقى من الشكل؟ بيقول لي سين تقاطع صاد نمرة واحد، سين سين اتحاد صاد بتساوي ايه؟ مجموعة العناصر اللي في سين وصاد اتنين وتلاتة وخمسة وواحد وتسعة، ونقفل المجموعة اهو، دي علامة المجموعة. طيب نمرة اتنين بيقول لي سين تقاطع صاد، فين التقاطع هنا في شكل فين؟ اهو الخمسة، يبقى بيساوي ايه؟ بيساوي مجموعة العناصر خمسة. نمرة ثلاثة بيقول لي سين ناقص صاد، السين اهي اتنين وتلاتة وخمسة، دي عناصر سين بنشيل منها صاد، خمسة عنصر مشترك بين سين وبين صاد، يبقى هيروح مع صاد، يفضل عندي مجموعة العناصر ايه؟ اتنين وتلاتة. نمرة اربعة بيقول لي صاد ناقص سين، نفس الشيء مجموعة عناصر صاد اهي واحد وخمسة وتسعة، والخمسة عنصر مشترك بين السين والصاد، يبقى هيروح مع السين، يبقى فضل معايا عندي عنصر واحد وتسعة، عنصر واحد وايه؟ وتسعة. طيب بيقول لي مكملة سين بتساوي ايه؟ مكملة سين بتساوي ايه؟ سين اهي اتنين وتلاتة وخمسة، المكملة بتاعتها ايه؟ كل العناصر اللي خارج سين، واحد وتسعة وستة واربعة، واحد وتسعة وستة واربعة. مكملة صاد بتساوي ايه؟ صاد اهي واحد وخمسة وتسعة، كل العناصر اللي خارج صاد هي مكملة صاد، يبقى ايه؟ اتنين وتلاتة وستة واربعة، دي مكملة صاد. نشوف السؤال اللي بعده. اوجد ناتج 23 وتسعة واربعين من مية في اربعة واتنين من عشرة، عملية ضرب كسور عشرية، اعداد عشرية، الاتنين في تسعة بتمنتاشر، تمانية ومعايا الواحد، الاتنين في اربعة بتمانية وواحد تسعة، الاتنين في تلاتة بستة، الاتنين في اربعة بتمانية، الاربعة في تسعة بستة وتلاتين، ستة ومعانا التلاتة، الاربعة في اربعة بستاشر، واربعة تسعتاشر، تسعة ومعايا الواحد، تلاتة في أربعة باتناشر وواحد تلاتاشر، الاتنين في أربعة بتمانية وواحد تسعة، ونجمع. نزل التمانية، ستة وتسعة خمستاشر، ستة وتسعة خمستاشر وواحد ستاشر، واحد على التمانية تسعة وتلاتة اتناشر، اتنين ومعايا الواحد على التسعة بقت عشرة، بقت مية واتنين ألف وستمية تمانية وخمسين. تعال نشوف العلامة فين. العلامة هنا في العامل الضرب الأولاني بعد رقمين، وفي العامل الثاني بعد رقم، يبقى في الناتج بعد ثلاث أرقام، واحد اتنين تلاتة، يبقى مية واتنين صحيح وستمية تمانية وخمسين، يبقى هكتب ناتج الضرب هنا اهو، مية واتنين صحيح ستمية تمانية وخمسين من ألف. السؤال اللي بعده، السؤال الخامس بيقول لي ايه؟ بيقول لي تقطع احدى السيارات مسافات متساوية في ازمنة متساوية، فاذا قطعت 73 كيلو متر وربع في الساعة، فكم كيلو متر
تقطعها في 2:15. يبقى المعطيات اللي عندي ايه؟ ان عنده سيارة بتاخد 73.25 كيلو في الساعة. طيب هو عاوزها تاخد كام كيلو؟ السيارة دي تمشي كام كيلو في 2:15؟ السيارة تمشي فيهم قد ايه؟ هي بتمشي في الساعة الواحدة 73.25. طب في 2:15 يبقى هقول 73.25 في 2.25 يعني 2.25. 2.25. هنضرب المسألة ماشي، هنضربها الخمسة في خمسة في 25، الخمسة في 2 بـ10 واتنين 12، اتنين ومعايا الواحد، تلاتة في 5 بـ15 واحد 16، الخمسة في 7 بـ35 وواحد 36، الاتنين في 25 بـ50، الاتنين في 3 بـ6، الاتنين في 7 بـ14، نفس الشيء 0 5 6 4 1. يبقى الناتج ايه؟ 5 2 1، 12 17 18، 8 ومعايا الواحد، 3 بقت 4 و4 8 و6 14، 4 ومعايا الواحد، على الواحد بقت 2 و4 6، ونزل الواحد. العلامة في العامل الضرب الأول بعد رقمين وفي العامل الثاني بعد رقمين تبقى في الناتج بعد 4 أرقام، 1 2 3 4. يبقى بتقطع كام كيلو؟ بتقطع 164 كيلو متر و8125 كيلو في 2:10. يعني لو قربتهم لأقرب كيلو هيطلعوا 165 كيلو تقريبا. 165 كيلو في 2:15. نشوف المسألة اللي بعدها بتقول ايه. بيقول لي رتب تصاعديا، دي اخر مسألة، 6 من 10 وثلاث اتمان وثلاث تربع و 8 من 10. ده بنرتبه ترتيب تصاعدي. علشان ارتبه ترتيب تصاعدي اخليه كله يكسور عشرية يكسور عادية. هنحوله لكسور عشرية، هقول 6 من 10 والتلات اتمان دي هحولها لكسر عشري، يبقى هخلي المقام يا 10 يا 100 يا 1000. التمانية ما ينفعش اخليها 10 او 100، اخليها 1000 بقى، اضربها في 125